كده، خلينا صفاء، خلي فيه صفاء كده ومفيش يعني الراجل مثلا خنت مراتك خلاص لقيتها، يعني لو هي ما عرفتش خلاص ان الله ستر حليم، لكن لقيتها بتدعبس وراك كده ومسكت اول الخيوط، انا شايفه ان انت تروح تقول لها بصي يا بنت الحلال. راجل وست بقى، راجل وست مش في خيانه بس اي حاجه، اي كذب بقى والله أقول. العظيم يا الاطفال لان ده بيجي بيروح لي كمان للاطفال، لما هي بيشوف مامي قالت كنت فين اتاخرت شويه، هي كمان بنت او الابن خلاص زي ما بيحصل، طالما هي مبدا مش انا موافقه هو مبدا بس الست لما بتكذب على جوزها بتكذب في حاجات عبيطه، ذاكر ذاكر اللي على الاولاد مثلا، جيتي الساعه كام مثلا، هو مديها ميعاد 10 هي جت 10 ونص عشان ما تعملش مشكله. ف والله يا جماعه بلاش الكذب خالص، قليله كبيره الحقيقه بتريح في الاخر، يعني واجهوا حاولوا ان يبقى في شخصيه قويه اكتر فتواجه اكتر عادي، يعني اللي بيكذب دايما بيبقى عامل حاجه غلط، طول ما انت مش عامل حاجه غلط او انت مش عامله حاجه غلط واجهي قولي اللي عندك ومفيش مشكله. ودايما احنا صغيرين صغيرين دايما نقول للولاد ايه، اللي بيكذب بيروح فين؟ يروح مارينا.